قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حافظه الله ورعاه مأدوبة غداء تكريما لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة رأس الخيمة والوفد المرافق لسموه. بعد ذلك ودع عاهل البلاد المفدى عزه الله صاحب السمو الضيف والوفد المرافق له متمنيا له عودا حميدا إلى بلاده بإذن الله تعالى ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مزيدا من التقدم والرخاء. من جانبه عبر صاحب السمو الضيف عن خالص شكره لما لقيه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة متمنيا لجلالة السلطان المعظم دوام الصحة والسعادة ومديد العمر وللشعب العماني مزيدا من التطور والنماء في ظل قيادة جلالته الحكيمة.